مبارك عليكم الشهر وكل عام وأنتم بخير، ورجعنا لكم من جديد في مسابقة فكر مع الاتحاد. وسؤالنا اليوم يقول: وجهة ثقافية وترفيهية تضم تماثيل شمعية ومجسمات فريدة للشخصيات عالمية، من بينها قادة العالم، عرض أزياء ومشاهير السينما والغناء ونجوم الرياضة. ما اسم هذه الوجهة؟ وكل عام وأنتم بخير، أخوكم أحمد عبد الرزاق. للإجابة على سؤال المسابقة قم بإرسال رسالة نصية على 3540 لتربح جوائز قيمة يومياً. فكر مع الاتحاد.